صباح الخير مشاهدينا في لبنان والعالم، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج الحدث. اليوم الخميس 25 حزيران 2015، ضيفنا في هذه الحلقة وليد بركات، الأمين العام للحزب الديمقراطي اللبناني. صباح الخير أستاذ وليد، أهلا وسهلا بك. طبعا اليوم لما نتحدث عن الحزب الديمقراطي اللبناني وهو برئاسة الأمير طلال أرسلان، فورا يتبادر إلى ذهننا أسئلة كثيرة عن وضع الدروز، خصوصا مع التطورات الأخيرة والمرحلة الحساسة التي يمر بها دروز سوريا، وخصوصا أيضا في ظل الانقسام بين دروز لبنان حول يعني وضع الدروز في سوريا. سنتحدث بالتفصيل، انقسام واضح وظهر يعني في أكثر من مناسبة، في أولا طريقة التحرك والأسلوب المعتمد من قبل النائب وليد جنبلاط من جهة، وحضرتكم وأيضا الوزير وئام وهاب من جهة تانية، والمواقف معلنة وصريحة وواضحة. التباين موجود وكبير، والانقسام أيضا موجود، ولكن كيف سيتم حله وإلى أين يمكن أن يؤدي، وأي مستقبل ومصير ينتظر الدروز في ظل الأوضاع المتصاعدة دراماتيكيا وسلبيا جدا في سوريا. طبعا عندنا المواضيع الداخلية اللبنية وهي كثيرة، من الأزمة الاقتصادية، اليوم أيضا يشهد لبنان ظهر هذا اليوم، في عندنا تحرك اليوم كبير ضد الانتحار حسب ما سمته الهيئات الاقتصادية، يلي اليوم في عندها مؤتمر كبير جدا وموسع في البيال بمشاركة الاتحاد العمال العام. أيضا في عنا الأزمة الحكومية، الأزمة الرئاسية، أزمة مجلس النواب، أزمة على جميع الأصعدة، وطبعا الملفات الإقليمية نمر عليها سريعا من ناحية كيف تؤثر على الأوضاع في لبنان. قبل الدخول بكل هذه التفاصيل، جولة إخبارية سريعة مع زميل رامز، وبعده ننطلق بحوارنا. خير. شكرا كاترين، وأهلا بكم إلى هذا الموجز لأهم الأخبار. قررت الهيئات الاقتصادية عقد لقاء موسع اليوم في البيال بمشاركة الاتحاد العمالي العام ونقابات المهن الحرة والمجتمع المدني تحت شعار إعلان 25 حزيران القرار ضد الانتحار. لكن هذا التحرك سرعان ما تحول إلى مادة انقسام سياسي حاد، لعل العماد ميشيل عون كان الأصرح في التعبير عنها حين اعتبر بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح أن هناك حديثا عن تراجع الاقتصاد نتيجة عدم انتخاب الرئيس وعدم انتخاب الحكومة، مشددا على أن عائدات الجمهورية جيدة، إنما سوء الإدارة يأتي من بعض أصحاب المصالح الذين يدعون الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية للتحرك، وهذه الهيئات تمثل نفسها وهي تبغي الربح، وهناك من يحركها، وهذا التحريض لا يمر في هذه الأيام. فيما أعلن الرئيس سعد الحريري دعمه لهذه الخطوة، وقال إن المشاكل والتحديات التي يعانيها اللبنانيون جراء تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قد تزداد إذا ما استمر الشغور الرئاسي والشلل في مراكز القرار التنفيذي والتشريعي، وأضاف أضم صوتي إلى صوت المجتمعين في البيال اليوم لإطلاق صرخة محقة ضد الانتحار. وقعت السعودية وفرنسا على 10 اتفاقيات استراتيجية ونووية بين البلدين، وذلك خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد وزير الدفاع السعودي إلى العاصمة الفرنسية باريس، ولقائه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند. وتم الاتفاق على تزويد حرس الحدود السعودي ب 23 مروحية بقيمة $500 مليار، إضافة إلى اتفاق على إنهاء دراسة جدوى لبناء مفاعلين نوويين في المملكة. كما تم الاتفاق على التعاون في المجال العلمي وبحوث الطاقة والصحة وإدارة النفايات، وعقد لبيع السعودية 50 طائرة إيرباص تجارية بقيمة نحو $7 مليارات. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن دراسة الجدوى لبناء مفاعلين نوويين فرنسيين في السعودية تكتسب أهمية إضافية بالنظر إلى مساعي غريمتها إيران لتطوير قدراتها النووية. الصفقة السعودية الفرنسية لتسليح الجيش اللبناني حضرت أيضا في باريس أمس مع إصرار وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الذي التقى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ونظيره الفرنسي على أنها تسير وفق الجدول الزمني المحدد بعدما تم تداول مسألة تجميدها. إلا أن وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصدر دبلوماسي قوله إن المرحلة الأولى يجري تنفيذها، أما السؤال المطروح
فيتعلق بالمراحل الأخرى، الاتفاق لم يلغى ولم يفسخ، والأمر متعلق بطلب سعودي لأسباب سياسية، لأن السعودية صارمة جدا في أن تصل تلك المعدات إلى الجيش اللبناني وحده ليستفيد منها اللبنانيون كافة. أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما مجددا عبر الهاتف لنظيره الفرنسي فرانسوا هولاند تعهده إنهاء ممارسات الماضي غير المقبولة بين الحلفاء في مجال التجسس. وقال قصر الإليزيه في بيان إن الاتصال الذي جرى بعد المعلومات التي كشفتها الصحافة عن تجسس الأمريكيين على آخر 3 رؤساء جمهورية فرنسيين كان مناسبة لوضع النقاط على الحروف بشأن المبادئ المتوجب أن تحكم العلاقات بين الحلفاء في مجال الاستخبارات. إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الأمريكية جون كيري أن الولايات المتحدة لا تتجسس على الرئيس الفرنسي أو أي مسؤولين آخرين في الحكومة الفرنسية. وقال كيري في مؤتمر صحفي: نحن لا نستهدف الرئيس هولاند، لا نستهدف أصدقاء مثل الرئيس هولاند، ونحن لا نقوم بأي أنشطة للاستخبارات للمراقبة الخارجية ما لم يكن هناك هدف محدد جدا ومصدق عليه رسميا للأمن القومي، وهو ما لا أعرفه في هذه الحالة. أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض أن تنظيم داعش يدخل مجددا مدينة كوباني في سوريا، وأن معارك ضارية تجري بين مسلحي التنظيم ومقاتلي قوات حماية الشعب الكردي. وفي الحسكة، صد الجيش السوري هجوما لداعش على أحياء في المدينة، واستهدف قصف داعش وتفجيراته مؤسسات حكومية ومستشفيات ودور عبادة. وأفيد عن اشتباكات عنيفة قتل خلالها نحو 50 إرهابيا، فيما شهدت المدينة حركة نزوح للمواطنين. إلى ذلك، أفاد المرصد بأن مسلحين معارضين يهاجمون مناطق في مدينة درعا، وأنباء عن قتال عنيف مع الجيش السوري، بعدما أعلنت فصائل الجبهة الجنوبية في المعارضة السورية المسلحة إطلاق معركة جديدة للسيطرة على المناطق التي لا تزال تحت سيطرة القوات الحكومية في المحافظة. ومع انطلاق هذه المعركة، كثفت القوات الحكومية قصفها للإرهابيين. وفي بيان بث على شبكة الإنترنت، أعلن متحدث باسم غرفة العمليات العسكرية المركزية أن المعركة التي أطلق عليها عاصفة الجنوب بدأت بتنسيق كبير بين عدد من فصائل المعارضة المسلحة في محافظة درعا. نعلن نحن غرفة العمليات العسكرية المركزية لمعركة عاصفة الجنوب انطلاق ملحمة المعارك وصفوة التنسيق والتعارض. معركة عاصفة الجنوب عاصفة نجتث فيها جذور الطغاة في حوران، ونكسر قيد العبودية ونعيد الحق المسلوب وسيادة الشعب للمرافق والمؤسسات. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز. عودة إلى الزميلة كاترين وبرنامج الحدث. مرحبا فيكم من جديد مشاهدينا، ويسرني أن أرحب من جديد أيضا بضيفي وليد بركات الأمين العام للحزب الديمقراطي اللبناني. أهلا بك من جديد سيد وليد. نبدأ مباشرة كما قلنا بالموضوع الدرزي، خصوصا في ظل الانقسام أو التباعد أو التباين بغض النظر عن التسمية بين مختلف القيادات الدرزية حول كيفية التعاطي مع ملف الدروز في سوريا في هذه المرحلة، ومعطيات كثيرة ومتناقضة تدخل أيضا على خط الملف الدرزي في سوريا. في ظل هذا الواقع، كيف يحمى دروز سوريا في هذه المرحلة الحساسة؟ أولا، يحمى دروز سوريا من خلال الدولة السورية، من خلال الجيش السوري، ومن خلال السلطة في سوريا، من خلال اقتناع دروز سوريا بأنهم جزء أساسي من مكونات المجتمع السوري، وبالتالي هم منخرطون بشكل فعلي في إطار الدولة السورية، ويرفضون كليا التخلي عن مسؤوليتهم الوطنية والقومية في عملية المواجهة ضد التكفيريين
والإرهابيين في سوريا. ولكن هذا الكلام يصح إذا كان في سوريا اليوم دولة بالمعنى الكامل للكلمة، ولكن اليوم سوريا في أزمة كبيرة، هناك انقسام في الداخل السوري، النظام في أزمة، الجيش السوري في أزمة، الكل في أزمة، فهل يمكن التحدث عن دولة يحتكم إليها هؤلاء اليوم؟ يعني هل هذا من جهة أولا؟ خلينا نكون صريحين، شو الخيارات الموجودة أمام السوريين وتحديدا ضروس سوريا؟ في داعش والنصرة ومن لف لفهم، منظمات إرهابية تقتل وتسبي وتدمر وتحرق وتكفر، وبالتالي هذه المنظمات التكفيرية والإرهابية لا أمن ولا أمان لها. أثبتت التجربة أنه هودي جماعة قتلي بكل معنى الكلمة. اثنين، في إسرائيل اللي عم بتحاول بشكل أو بآخر أن تدعي حماية مكون ما من مكونات المجتمع السوري، يعني عم بتمارس الترهيب والترغيب على الطائفة الدرزية في سوريا، وبالتالي لا يمكن على الإطلاق للدروز أن يذهبوا باتجاه إسرائيل، لأنه تاريخهم تحديدا في سوريا وفي لبنان تاريخ وطني مقاوم، يعني كانوا مقاومين على مر الزمن، وبالتالي لا يمكن بيعرفوا خبث إسرائيل. وبالتالي مع أنه إسرائيل عم تشتغل على هذا الخط، عم تشتغل بكل قوة لإنشاء ما يسمى بدولة لحد السورية في جبل الشيخ، بمعنى جيب درزي تماماً يفصل بين أراضي المحتلة وسوريا. تماما، عم تشتغل بقوة وللأسف مع جهات عربية ودولية لإقامة هذه المنطقة اللي فينا نسميها دولة لحد السورية، ممكن دولة بعرفش مين عم بيحضروا بهذا الإطار. طيب، أهلنا فوق ما عندهم ثقة على الإطلاق بإسرائيل، لأنه بيعتبروا أنه إسرائيل عدوي، وأكبر دليل على ذلك موقف دروز الجولان. منذ احتلال الجولان حتى تاريخه رفضوا دروز الجولان ياخذوا الهوية الإسرائيلية، بعدهم بيتظاهروا بيحملوا العلم السوري وصورة سلطان باشا الأطرش وهن مقاومين لإسرائيل بكل صلابة. طيب، هي خيار تاني أكيد ما حيروحوا له. طيب، في الخيار الثالث، هي الدولة. لا، الدولة السورية موجودة، الدولة السورية عم بتخوض حرب. قادرة الدولة اليوم تحميهم؟ طبعاً، وحدة في هذه الأزمة طبعاً التي طبعاً لا تستطيع حماية نفسها في أكثر من منطقة، يعني خصوصاً الانتكاسات الأخيرة التي منيت بها. ست كاترين، خلينا نحكي بشكل واضح، نحن من 4 سنوات أو أكثر سوريا عمالة بتخوض حرب أممية، وبالتالي عم بتخوض حرب يمكن غير مسبوقة في أي صراع نشأ على مستوى كل العالم. قوى دولية مرتزقة من كل حدب وصوب، مليارات الدولارات عم تنكب بسوريا لمقاتلة هذه الدولة. هذه الدولة صامدة من 5 سنوات، صحيح خسرت مناطق في سوريا، إنما بعد في مناطق قائمة وعمالة بتدافع عنها، والجيش السوري موجود. يعني هأعطي سويدا نموذج، نحن الأسبوع الماضي كان في وفد من الحزب الديمقراطي، أوفدوا الأمير طلال وشيخ عقل الطائفة الدرزية إلى سويدا، التقوا بمشايخ العقل، التقوا بمحافظ سويدا بالمسؤولين الإداريين وزاروا بعض البلدات، إجوا بصورة أنه سويدا في إشاعات كتير. أول شيء مش صحيح اللواء 52 سقط، سقطت سرية باللواء 52، في 27 لواء للجيش السوري منتشر في محافظة سويدا ومحيط محافظة القنيطرة. شو بدي أقول لك، يعني كل الإمكانيات عم بتأمنها الدولة في منطقة سويدا مخزون لسنوات. أصدر قرار الرئيس الأسد بمسألة التجنيد الإلزامي، أنه كل مواطن بيقدر يخدم بالمناطق اللي هو فيه. الوضع العام في سويدا ممتاز، الناس معنوياتها عالية. بس هذا الكلام لا يعبر عن موقف كل الدروز، يعني بالنسبة للخيارات التي طرحتها، نعرف أنه كثير من الدروز تخلفوا عن القتال إلى جانب النظام في سوريا، كثير من الدروز هم اليوم أقرب إلى موقف النائب وليد جنبلاط منه إلى موقفكم حيال التعاطي مع هذه في سوريا الأزمة. اليوم في كتار من الدروز ما تخلفوا عن القتال إلى جانب في سوريا. نعم، في سوريا عم بحكي. لا، في سوريا خليني رجعك لل 2013. بال 2013 صار في اجتماع في جبل العرب لمشايخ العقل
بحضور الأمير طلال الأرسلان وشيخ عقل الطائف الدرزي في لبنان الشيخ ناصر الدين الغريب، وصدر موقف اسمه وثيقة جبل عرب. هذه الوثيقة التاريخية اللي وقعوها مشايخ عقل الطائفي هونيك بحضور الأمير طلال وبحضور الشيخ ناصر الدين الغريب، حددت الموقف العام لدروس سوريا من الأزمة السورية. بس ولكن أنا سألتك في دروس تخلفوا عن القتال إلى جانب النظام، نعم أو لا؟ تخلفوا. خليني أقول هذا واقع. خليني أقول إنه طبعاً ما في إجماع، إنما أكثر من 90% من دروس سوريا اليوم مع الدولة. وأنا برأيي إنه مجزرة طيب قلب لوزي، طالما هيدا هو الواقع ليش كان النظام مستاء منهم؟ لا ما كان مستاء منهم ابدا، ما كان في استياء. يعني عندما سحب كل الاسلحه الثقيله في لم يسحب معين. مش صحيح، هاي اشاعات، هيدي اشاعات. النظام ما سحب اسلحه ابدا، وتعاطيه مع السويدة كان بمسؤوليه عاليه، يعني يتعامل مع السويدة مثل اللاذقيه. والمير طلال كان يلتقي بالرئيس الاسد تقريبا اسبوعيا ويتابع موضوع السويدة معه ببعض كثير من المسائل على التليفون. ابدا دوري لم تتخلى عن السويدة وما سحبت شيء من السويداء، بالعكس عززت السويداء، عززتها بسلاح وعززتها بكثير من الشؤون الحياتية اللي ما في مجال انه نحكيها اليوم. اي متى؟ من بعد ما طلعت هلا الصرخة مؤخرا. لا, لا, لا ما سمعنا لا الاصوات استاذ لا وليد، سمعنا الاصوات التي تطالب الرئيس الاسد وبشكل يعني بنوع من اللوم والعتب انه ليش ما سلح مثلا. سمعنا الوزير وهاب عم بيقول انه فليتم تسليح الدروز في سوريا والا انه المصير. طيب ما رجع قال ثاني يوم انه يعني تأمن يعني 25,000 قطعة. لما بنسمع هيدي الدعوة يعني هذا يعني انه في تخلف كمان من قبل النظام عن التعاطي، او في استياء من النظام من طريق التعاطي الدروز او على الاقل قسم من الدروز. ما بدي عمم، بنعرف انه الانقسام موجود مثل ما بلبنان موجود، ايضا عند دروز سوريا موجود حيال النظام والوضع العام في البلاد. هلا بيبقى في بعض المسائل اللي بيشكي منها الناس، يعني بالانظمه اللي ما فيهاش حروب، بالدول اللي ما فيهاش حروب بيبقى بيشكوا من تقصير بعض المسائل، ممكن يكونوا عم يشكوا من هذه المساله. انما اللي بدي اقوله انه اليوم في اجماع درزي عام في سوريا، صدقيني ست كارلو. انا بتمنى كيف كاترين كيف عم تحكي عن اجماع و يعني في كمان للنائب جنبلاط ايضا هناك مناصرين وناس تتفق معهم في الراي وتختلف معكم بطريقه النظره. بعتقد هلا بعد مجزره قلب لوزي انخرطوا جميعهم في مواجهه التكفيرين والنصره، لانه في البعض كان عم براهن على انه ممكن يعمل شيء مع النصرة، يعمل تفاهم مع النصرة او يعمل تفاهم مع هذه التيارات التكفيرية والإرهابية. اجت مجزرة قلب لوزي لحتى لي تقطع هذا الاحتمال بشكل نهائي، وتأكدوا اليوم اللي كانوا مترددين في سوريا او حتى خارج سوريا انه ما في امان لهؤلاء. ومنشان هيك هلا بيبقى في ناس، ايه انا يعني ما فيني اقول الا انه ايه في ناس ممكن يكونوا منهم مع النظام في سوريا، منهم مع الدوله في سوريا، ما عندهم خيارات اخرى برايك. يعني اليوم هناك من لا يريد طبعا ان يكون حليفا للنصره ولاسرائيل من جهه، ولكن بالوقت نفسه لا يريد ان يكون حليفا للنظام وليس مقتنعا بانه هذا النظام سيبقى حتى حقه. او انه هذا القدر هذا النظام قادر على حمايته حقه. مثل ما في مسيحيين ومسلمين سنه في سوريا وربما علويين مش مع النظام، في دروز ايضا مش مع النظام. بس انا بدي اخذ القاعده العامه لدروز. طيب اذا انا عندي ثلاث مشايخ عقل بسويدا، اذا عندي فعاليات سويدا المدنيه والشبابيه والجمعيات وغيره عم بيصدروا بيانات، عم بيطلعوا مواقف، عم بيطلعوا على الإعلام، عم بيقولوا نحن بدنا الدولة ونحن جزء من الدولة وسنقاتل مع الدولة ومع الجيش السوري، ما بدنا لا الحياد ولا بدنا النصرة ولا بدنا إسرائيل. إذن نحن ما عمالي مننقل شيء وهمي، نحن عم ننقل واقع. بعدين هذا الوفد اللي طلع سمع كلام كتير مهم، سمع نخوي وسمع رغبي وسمع استعداد وسمع عند الناس انه هم جزء من الدوله السوريه. وهل سمع استياء من مواقف النائب جنبلاط خصوصا يعني كما قرانا انه هناك هتافات ومواقف كثيره عنيفه ضد مواقف النائب جنبلاط اطلقت خلال هذه الزياره الاخيره طبعا يعني للحزب الديمقراطي الى السويدة؟ طبعا موقف النائب جنبلاط هو ضد النظام في سوريا من البدايه. نحن في تباين بيننا وبين وليد بايك فيما يتعلق بالموقف. بس هو كمان بده يحمي الدروز، مش عم نقول لا،
هو حاول يعني حاول جهده يحيد دروز جبل السماق، بس شو بنعمل يعني، النصرة خيبت له هذه الجهود اللي بذلها طوال 4 سنوات بشكل جدي. نحن أبدا منا عم ننتقص من الدور اللي عم يلعبه وليد بيك في هذا الإطار، إنما اليوم النصرة ما بدها تحيد، ما بدها راس الدروز مثل ما بدها راس السنة، مثل ما بدها راس المسيحيين، مثل ما بدها راس الأيزيديين، حاطتهم على المخرطة وهذا بحتهم بقلب لوزي. منه حادث فردي قلب لوزي، مذبحة عن سابق تصور وتصميم. مهما صدر من بيانات ومهما جملت في هذا كله كذب، انه هودي لا امن لهم، يا هودي فيك تامنيهم، عشو فيك تامنيهم، ما هن عم يقتلوا بعضهم وعم يذبحوا بعضهم. من شان هيك مساله الحياد او مساله التفاهم سقطت. حاول وليد بيك الله يعطيه العافيه بس ما زبطه. اثنين السوريين ما بدهم، حتى هلا المحاولات الاخيره يعني والجولات الاردن الاتصالات مع الاتراك يعني مع ارسلوا يعني بعثوا مراسيل لاهالي حضر وللمشايخ فوق انه خلينا نحيد حضر. شو كان الرد؟ طلع بيان من اهالي حضر بالصوت والصوره بيرفض تحييد حضر ومصرين اهل حضر على القتال في مواجهه التكفيريين، مصرين وانه هيدي المحاولات نحن ما بدنا اياها. اذا نحن خلينا نحترم اراده الطائفة الدرزية في سوريا. طيب تحدثت حضرتك عن خيارات انه اما اسرائيل طبعا الخيار مرفوض واما النظام واما يعني مع الارهابيين ومع جبهات النصرة وداعش، بوقت انه بالامس النائب جنبلاط بيتحدث عن مشروع فتنة اسدية اسرائيلية. كيف؟ بي 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 طيب طبعا بي بي لا خلينا نقرا التوضيح اللي هو يعني اصدره حول هالموضوع، انه بالسويداء اعتقل ما يسمى تنظيم درع الوطن وهو عصابه تابعه للنظام السوري 3 أشخاص من البدو وقاموا بتعذيبهم وقتلهم، واحد افراد هذه العصابه ينتمي الى ال جربوع واخر من ال الهجري. كما زار السويداء المدعو علي مملوك اي معلم ميشيل سميحه بحسب التعبير المستخدم، واجتمع مع مشايخ العقل محرضا. هون عم بيحكي عن فتنه بين الدروز واهل حوران. من جهه اخرى نشط احد ابرز رموز الاداره الاسرائيليه ايوب القرى القريب جدا من نتنياهو يمينا ويسارا، وانه ايضا كان له حركه على نفس الخط يلي عم بيشتغل عليه النظام السوري. هذا الكلام للنائب وليد جنبلاط عم بنقله. طيب خليني انا يعني اعطيكي وقائع. اول شيء في بالسويداء ما لا يقل عن 150 الف مواطن مسلم سني من قرى وبلدات محافظه درعا ساكنين وأمنوا لهم مسكن وأمنوا لهم أهالي السويداء وحمون، بالتالي هربوا من عنده من النصرة وداعش. نعم. هي واحد. إذن هيدي مقولة ساقطة. اثنين، مش مزبوط أنه صار في اعتداء على البدو. في ناس. طب هوني مين بدنا نصدق؟ خليني أقول لك شو اللي صار. نعم. بس خليني أقول شو اللي صار لأنه حتى هيدي المسألة تكون واضحة. صار في قصف على مدينة السويداء من مواقع فيها بدو، وبالتالي هودي اللي قصفوا هن نصرة، يعني هن من جبهة النصرة. تمكنوا من إلقاء القبض على واحد منهم وسلموه للجيش السوري، وبالتالي مش صحيح هيدا الكلام. مش انه ما نعتقلوا هم من البدو؟ لا، بس هل يعقل ان تكون معلومات النائب جنبلاط خاطئة؟ المعتقل يعني هو بدوي مع جبهة النصرة كان عمالي بيقصف بمدفع هاون 60 لا على بلدة السويداء لأنه نزل 40 قذيفة. هذا اعتقد. نعم، ولكن صحيح. طبعا نحن لسنا يعني في الأرض هناك ولا نعلم من حقيقة ما يجري ميدانيا، ولكن اليوم لما النائب جنبلاط بيقول هذا الكلام يعني من مش أنه مصادر أو معلومات أو بعتقد عم بيزودوا يعني للنائب جنبلاط بمعلومات كتير خاطئة، لأنه واضح أنه أهالي السويداء حددوا خيارهم في عملية المواجهة ضد داعش والنصرة وضد التيارات التكفيرية، وما حيسمعوا على حدا خارج هذا السياق، ومعتبرين حالهم أنه هم جزء من عملية المواجهة وجزء لا يتجزأ من الدولة السورية ومنخرطين فيها بالجيش وبقوات الدفاع الشعبي. يعني العميد نايف العاقل شكل درع الوطن لأنه في مقاومة شعبية بسوريا موجودة، وبالتالي هو جزء عصابه تابعه للنظام السوري. عم لا مش عصابه، هيدي مقاومه شعبيه. اليوم مين عم بيقاتل بسوريا؟ عم بيقاتل الجيش والشعب من خلال المقاومه الشعبيه. درع الوطن جزء من المقاومه الشعبيه. نعم. وبالتالي
المواجهة مفتوحة. نعم، رح تابع معك سيد وليد، ولكن ما تسمح لي ناخذ اتصال مباشر مع دكتور محمد شقير رئيس غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان. طبعا مثل ما قلنا اليوم في ظهر هذا اليوم تحرك للهيئات الاقتصادية تحت عنوان منع الانتحار، سنتحدث بالتفصيل عن هذا الموضوع معك دكتور محمد. صباح الخير. اهلا، صباح النور. اهلا وسهلا فيك دكتور محمد. عنوان التحرك اعلان 25 حزيران القرار ضد الانتحار، كيف يمكن لتحرك من هذا النوع ان يكون ضد الانتحار او ان يمنع انتحار البلد اقتصاديا؟ يعني نحن شايفين انه اهل السياسه غايبين كليا عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي وعن هالكوارث اللي عم تصير بالبلد. هذه لاول مره بالليبيان، لاول مره المجتمع المنتج، هيئات اقتصادية، عمال، اتحاد عمال عام، نقابات، كل العالم موجودة لتقول خلص ارحمونا، نحن ما بقى نقدر نستمر. المؤسسات لا عم تفلس، شكات المرتجع عارفين قديش عم بزيد بالبلد، النزوح الوجود السوري بلبنان يلي كمان نحن كثير كثير متضررين منه اقتصاديا، طب لايمتى؟ شايفين قصر بعبدا مسكر، والخوف انه يكون في مخطط يطيروا للرئاسة ويسكروه الى الابد. مجلس النواب معطل، حتى مجلس الوزراء اليوم يلي كنا صرنا سنه نحن عم نقول قدروا نجحوا بالملف الامني، الظاهر في فئه سياسيه عم تستتر الامن على هالشعب اللبناني ومهدد المجلس الوزراء انه يفرض كمان. نعم، يعني ولكن دكتور بده يستمر لامتى؟ بده هالشعب يضل عايش بالذل. نحن عم نخاطب، عم نحكي الواقع البلد، والشعب بعدين بده يقرر كيف بده يستمر، بده يعيش بكرامه أم بده يعيش بذل؟ هذا اللقاء اليوم، هذا هدفه. نعم، طبعا في أزمة، الواقع اللي عم تحكي عنه صحيح، وكل لبنان اليوم يشعر بأنه في أزمة كبيرة في لبنان على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي. يا ستنا مش الكل حاسس فيه، في فريق سياسي عم بقول لك الاقتصاد امبارح جيد جدا. هذا كان بدي اسالك عنه، ولكن يعني دخلت السياسه على هذا الموضوع، بنشوف انه اليوم في نوع من انقسام مثل ما في حول كل المواضيع. انا بدي اقول لك شغله، انقسام تحول ضد هذا التحرك ايضا. عم بيسال العماد عون بالامس اسئله كثيره حول من يحرككم ويجعلكم في موقع المحرضين. في موقع المحرضين أول شغلة، كيف تردون؟ كل لبنان، كل القوى العاملة بلبنان موجودة بالبيال، انتو هلأ حتنقلوا من البيال حتشوف انه الكل موجود. بس للأسف اليوم انا بستغرب حكي الاقتصاد جيد جدا، وانا اليوم هلأ يعني بعد هالمؤتمر هقول له للمؤسسات اللبنانية تروح تفتح مؤسساتها بالرابية. الظاهر اقتصاد الرابية يختلف عن اقتصاد لبنان كلياته، ولو يعني هذا حكي ممكن نسمعه نحن. العالم عم يعني عم يحكي انه في مبالغه دكتور محمد، يعني بالارقام هذا ما يقال، انه الهيئات اليوم تبالغ وتتحرك بتحريض من قيادات سياسيه معينه. بختلف بالارقام يا ستنا، انا بختلف معك برايي، بس بالرقم ما في حدا، الراي هو اسلق من الكل. وامبارح انت شفت بجريده النهار حاطين الارقام التراجع. انا بدي اقول لك لاول مره بتاريخ لبنان باول خمس اشهر اليوم رخص البناء نزل 21%، ايام الحرب ايام القصف ما نزلت رخص البناء 21%. خذوا الارقام من المصارف، خذوا الارقام من حاكم مصرف لبنان، خذوا الارقام من الجمارك، خذوا الارقام من الصناعيين، خذوا الارقام من اي دكان الاكبر شركه بلبنان. خلينا نكون وين عايشين نحن؟ نعم، وين عايشين؟ بس اسمح لي دكتور ان استعير بعض الاسئله التي طرحت اليوم من قبل مصادر في التيار عليكم. تتساءل هذه المصادر، لماذا لم ترفع الهيئات سرخطة لو انها مستقله عندما بدا الدين العام يرتفع منذ ان استلم فريق سياسي الحكم عام 92؟ يعني كمان بشككوا في توقيت هذا التحرك لو كان فعلا هدفه حمايه اقتصاد لبنان. احترامي له النايب يلي حكي، هيدو نايب باستراليا شايف نمو 6-7%، منه نايب بلبنان، فاحترامي له. نحن صرخنا هيدي، نحن عملنا بيال واحد بيال اثنين، نحن عملنا فينيسيا واحد فينيسيا اثنين، نحن هديك السنه عملنا اضراب بالبلد، بس ظاهر يا اما الذاكره بصراحه يا اما منه عايش بالبلد. نعم. أنا بشكرك على هذا الاتصال دكتور محمد شقير رئيس غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان. طبعا على أمل أنه هكذا تحركات، أو أنه يعني على الأقل بغض النظر عن الانقسام السياسي اللي مثل ما قلنا عم بيشوب أيضا تحركات الهيئات الاقتصادية، يعني عم بي يعني في نظرات مختلفة لهذا التحرك، ولكن بالنهاية فعلا نحن بأزمة. بتاخذ تعليقك سريعا قبل ما ننتقل لرامز وجولته على الصحف. في أزمة وطنية كبيرة بالبلد،
لا بحلها مؤتمر لبيال ولا بحلها أي شيء آخر. بس على قليل المتحرك نرفع الصوت يعني صرخة. مش غلط بس ما بتحل الأزمة. في أزمة وطنية كبرى. هذه الأزمة الوطنية الكبرى بدها علاج جذري. ونحن للأسف اليوم بحالة سياسية سيئة. ما في لعنا لا دولي. بدها علاج سياسي أولا يعني. سيئة. لا في دولة ولا في حكومة. ولا في سلطة ولا في شيء للأسف. نعم. يعني احنا هلا بنحكي لوين رايحين. نعم. يعني لا رئيس ولا حكومة. نعم. ولا مجلس نواب ولا شيء. ولكن رح ننتقل لرامز وجولته اليومية على أبرز ما ورد في الصحف ومن بعدها منتابع حوارنا بكل التفاصيل. تفضل رامز. شكرا كاثرين. وسنبدأ يعني من حيث انتهيت مع الأستاذ محمد الشقير ومؤتمر لبيال حيث وصفته جريدة السفير بتحالف لبيال. وكتبت الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي معا برعاية 18 من أذار تحالف لبيال استهداف سياسي أم وقف الانتحار. في ظل واقع اقتصادي متردي وتكشف السفير يعني بعض الأرقام قررت الهيئات الاقتصادية عقد لقاء موسع اليوم في لبيال بمشاركة الاتحاد العمالي العام ونقابة المهن الحرة والمجتمع المدني وهيئة التنسيق النقابية تحت شعار إعلان 25 من حزيران القرار ضد الانتحار. وتكشف أيضا السفير عن موقف لكن هذا التحرك سرعان ما تحول إلى مادة انقسام سياسي حاد وموقف العماد ميشيل عون الذي كان الأصرح في التعبير عنها حين اعتبر بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح أن هناك حديثا عن تراجع الاقتصاد نتيجة عدم انتخاب الرئيس وعدم انتخاب الحكومة مشددا على أن عائدات الجمهورية جيدة إنما سوء الإدارة يأتي من بعض أصحاب المصالح الذين يدعون الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية للتحرك وهذه الهيئات تمثل نفسها وهي تبغي الربح وهناك من يحركها وهذا التحريض لا يمر في هذه الأيام. من السفير ننتقل إلى الجمهورية التي تكشف عن مصادر عن الأوضاع الأمنية في البلاد وتكشف عن مصادر أمنية ارتياحها إلى الوضع الأمني في لبنان عموما والشمال وطرابلس خصوصا بعد فورة الاحتجاجات على فيديو رومي التي ترجمت في الشارع. وطمنت هذه المصادر إلى أن الحديث عن مخاوف من انفلات الوضع في طرابلس ليس صحيحا وأدرجت ذلك ضمن السيناريوهات المضخمة عن مشاريع وإمارات خيالية يتناقلها البعض من حين إلى آخر. ومن هذا الموضوع ننتقل إلى جريدة المستقبل التي أفردت مساحة لانتخابات التيار الوطني الحر واحتمال يعني مجيء الوزير جبران باسيل رئيسا لهذا التيار. إذن المستقبل تنشر مواعيد انتخابات التيار الوطني الحر باسيل رئيسا في 20 أيلول. أكدت المصادر لجريدة المستقبل أن 20 أيلول سيكون موعدا لإعلان انتخاب الوزير جبران باسيل رئيسا للتيار الوطني الحر خلفا لعون. وأشارت في الوقت عينه إلى وجود مساع حثيثة جارية حاليا على خط الرابي مع القيادات والكوادر المعارضة لتولي باسيل رئاسة التيار بهدف تعطيل مفاعيل أي معركة داخلية محتملة في وجهه. وفي إطار هذه المساعي يطرح عون على المعارضين تسمية من يشاؤون لمنصب نائب الرئيس لكي يصار إلى انتخابه بالتزكية. ومن بين هذه الأسماء المطروحة أحد النواب إبراهيم كنعان ألا عون وزياد أسود أو نعيم عون. ونقلت المصادر أن مسألة تعديل النظام الداخلي المتفق عليه في الهيئة التأسيسية بهدف ضمان انتخاب باسيل رئيسا للتيار أثارت مناخات من التشنج في صفوف عدد من القيادات والكوادر العونية. لافتة في المقابل إلى أن عون يحاول احتواء هذه المناخات من خلال حملة التصعيد التي يخوضها على المستوى الوطني لإقناع المعارضين داخل التيار بوجود معركة مصيرية ووجودية تفترض التركيز على خوضها بصفوف موحدة والتعالي وبالتالي على أي اعتراضات داخلية حول التعيينات والانتخابات المزمع إجراؤها في قيادة التيار. ومن المستقبل ننتقل إلى الشرق الأوسط وقضية العسكريين المختطفين حيث نقلت هناك مصادر صفقة للشرق الأوسط على أن صفقة العسكريين اللبنانيين تجري مقابل 30 مليون دولار وخمس نساء من النصرة. مصادر تشير إلى عرقلة حزب الله عملية إطلاقهم.
وكشف مصدر مطلع للشرق الأوسط عن بوادر صفقة سعت إليها دول عربية وإقليمية مع جبهة النصرة لإطلاق 16 عسكريا لبنانيا محتجزين لديها مقابل دفع فدية مالية تصل إلى حدود 30 مليون دولار أمريكي، وإطلاق 5 نساء من النصرة معتقلات في السجون اللبنانية. وأكد هذا المصدر المطلع عزم الأطراف المعنية على إنهاء هذا الملف بالكامل على 3 مراحل خلال أسبوع، لكنه أشار إلى عراقيل وضع حزب الله اللبناني أمام التنفيذ، وأوضح أن الحزب فرض رأيه على خلية الأزمة التي شكلتها الحكومة في السابق، وذلك بسبب اقتناعه بقدرته على تحرير المختطفين عسكريا، للقول إنه حامي حدود لبنان ومحرر العسكريين، غير أن مصدرا قريبا من حزب الله نفى بشدة هذه المعلومات وقال إن للحزب مصلحة في إنهاء العملية وخروج الأسرى. أخيرا من هذا الخبر إلى جريدة الأخبار وأيضا قضية الدروز التي تتفاعل ولا سيما في الجولان المحتل بعد اعتراض سيارة إسعاف من قبل الدروز. وفي هذا التقرير ليحيى دبوخ في الأخبار، إسرائيل تحتوي حادثة الإسعاف واعتقالات في الجليل والجولان. يكتب دبوق: شغلت إسرائيل نفسها أمس وقيادات درزية فلسطينية موالية في معالجة تداعيات حادثة الإسعاف في الجولان واحتوائها ودفع الغليان الدرزي إلى الانكفاء بعد أسابيع من احتجاجات ومسيرات شهدتها البلدات الدرزية في الجولان والجليل المحتلين تنديدا بمساعدات إسرائيل للمسلحين في سوريا. ويضيف: الجهد الأكبر أوكل إلى القيادات الدرزية الموالية بوصفه لتل أبيب، وفي مقدمتها الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في فلسطين المحتلة الشيخ موفق طريف ونائب وزير التعاون الإقليمي عضو الكنيسة أيوب قرة وغيرهما من القيادات الذين تباروا للتنديد بالجريمة الوحشية، مؤكدين أنهم سيحرصون على منع تكرار حوادث من هذا القبيل، وهددوا باتخاذ إجراءات عقابية بحق كل من يعمل على ما سموه التحريض. وفي لقاء خاص في مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية، جمع بنيامين نتنياهو ووفد قيادي درزي برئاسة الشيخ طريف هدف بحسب الإذاعة العبرية إلى البحث في السبل الكفيلة بمنع تكرار حادثة الإسعاف في الجولان. وأكد طريف أن الطائفة الدرزية تحركت لاحتواء الحادث ومنع تكراره، مشيرا إلى أن كل القادة الدينيين للطائفة وكل مسؤولي السلطات المحلية وأعضاء الكنيسة من الدروز اجتمعوا وأدانوا مجرى، فنحن جزء من الجيش الإسرائيلي ولن نساعد من يهاجم الجنود، وهذه ليست طريقتنا وليست من ثقافتنا. وعلى خط آخر، عمدت إسرائيل إلى شن حملة اعتقالات في صفوف الشبان الدروز في بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل وفي بلدة حرفيش في الجليل. وبحسب بيان صادر عن الشرطة الإسرائيلية، اعتقل في مجدل شمس 5 شبان دروز اتهموا بالتعرض لسيارة الإسعاف العسكرية وقتل جريح سوري وإيذاء الجنود المرافقين له، بينما اعتقلت الشرطة 4 شبان آخرين من حرفيش اتهموا بالتعرض لسيارة إسعاف أخرى على مدخل البلدة ورشقها بالحجارة. وبهذا الخبر نصل إلى ختام جولة الصحف. سنتوقف مع فاصل إعلاني، نعود من بعده إلى الزميلة كاترين وبرنامج الحدث. برحب فيكم من جديد مشاهدينا وتابع هذه الحلقة من برنامج الحدث مع ضيفي الأمين العام للحزب الديمقراطي اللبناني وليد بركات. سيد وليد، نتابع بموضوع الدرزي الآن، بعد في كم نقطة لم يعني يتم مناقشتها بالتفصيل. أولا يعني في ضوء كل ما تفضلت وتحدثت به عن وضع الدروز في سوريا وأن خيارهم هو خيار الدولة كما تقول، وأن الدولة ما زالت قوية بحسب رأيك، اليوم الكل يتحدث أن سوريا إلى تقسيم، اليوم كل المنطقة وكل المعارك حتى التي تجري ميدانيا توحي بأنه الكل يعمل على حماية جزء يكون له في مرحلة لاحقة الأمان من ضمنه وفقط من ضمنه، بهذا المعنى أنه النظام يحمي منطقة معينة لكي يؤمن سيطرته على هذا الجزء فقط في مرحلة ما بعد تقسيم سوريا أو ما بعد تفتيته، حتى ولو ما كان تقسيم على الخرائط، ولكن المعارك توحي بذلك.
في ظل هذا الواقع اللي عم نشوفه ليس فقط بسوريا، يعني حتى بالدول الأخرى، بس بسوريا هو أوضح، أين هو موقع الدروز؟ هل سيكونون ضمن دولة علوية إذا جاز التعبير؟ يعني هذا حسب التقسيم الواضح حتى الساعة، واضح أنه الدروز لا يريدون دولة درزية. هذا موقف أكدوا كل القيادات الدرزية، وفي إجماع درزي عام منذ زمن طويل حتى تاريخه، ما بدهم دولة درزية. وأكبر دليل على ذلك ثورة سلطان باشا الأطرش، يعني يمكن يوم كان بيقدر ينعمل دولة درزية. ثورة سلطان باشا الأطرش قال ثورة جبل العرب من أجل توحيد سوريا. وبالتالي الموقف الدرزي العام للقيادات السياسية والروحية وحتى الشعبية ضد قيام الدولة الدرزية لإسرائيل عم بتحاول بشكل أو بآخر توجدها. هيدا موقف الدروز العام. أنا برأيي في سوريا الدروز جزء من الكيان الوطني السوري، وبالتالي الدولة في كيان، لكن اختلف هذا الكيان، يعني خصوصا إذا ما فعلا ست كاترين تفتتت سوريا في المرحلة اللاحقة إلى الحرب بلبنان. الحرب بلبنان ظلت 17 سنة وكان شبه البلد مقسم، يعني عم تتنازعوا قوى وطيارات سياسية وصار في خطوط تماس. بعد 17 سنة توحد البلد. لا شك أنه في مؤامرة كبيرة هدفها تقسيم سوريا وتقسيم المنطقة، يعني اللي عم نشهده على مستوى العالم العربي هدفه إعادة رسم خرائط جديدة وتقسيمات جديدة. بس المعارك على الأرض توحي بأنه هالمشروع يسير، يسير بشكل يعني سريع. إنما المواجهة مفتوحة، مثل ما في إرادة للتقسيم كمان في مواجهة اسمها إرادة للتوحيد. يعني اليوم لما عم تصمد سوريا عم يصمد جيشها وشعبها أكثر فأكثر عم ينخرط بعملية المواجهة ضد التكفيريين وضد داعش، مثل ما صمد العراق وعمالي بحارب التكفيريين وداعش. أنا برأيي في العراق، العراق ما إنه مقسم هلأ حتى ولو يعني على الخريطة بعده دولة واحدة. العراق مقسم، يعني فينا نحكي اليوم إنه العراق مقسم بشكل واضح. إيه بس في دولة لما اليوم داعش يعني تسيطر على أكثر من 50% من الأرض السورية، بعد فينا نحكي عن دولة وكيان وطني كما كان سابقا؟ هلأ منضل نقول في كيان وطني ودولة موحدة طالما ما في شيء آخر. بس لا شك إنه المواجهة مفتوحة، في خيار بده التقسيم وفي خيار بده الحفاظ على سوريا دولة موحدة والعراق دولة موحدة، مثل ما نحن اللبنانيين أصرينا على الحفاظ على لبنان دولة موحدة. هلأ هل بتم التقسيم؟ خلينا ننتظر، لأنه حرب مفتوحة. أنا برأيي بسوريا ما حيقدر يقسمه، مستحيل. طب في حال قسمت سوريا، من هون سألتك إنه موقف الدروز، يعني أين يكون موقعهم في بيكونوا جزء عندها؟ جزء من الدولة السورية اللي ممكن هي تكون دولة مركزية. حتى الآن الموقف الدرزي ما بدهم دولة، الدروز عم بيقولوا ما بدنا دولة، ما بدهم دولة، ما بدهم دولة درزية، مصرين على هذه المسألة. وهذا موقف أكدوه مرارا وتكرارا، يعني من وليد بيك للمير طلال لمشايخ العقل لكل قيادات الطائفة الدرزية. شو في مسألتين كتير مهمين لازم نتوقف عندهم، في إجماع درزي على رفض الدولة الدرزية وفي إجماع درزي على رفض التعاون مع إسرائيل. هؤلاء مسألتين جدا مهمين. نعم. بس وبالتالي أنا هم بدي أستفسر منك، يعني ليش الإصرار؟ لا طبعا الكل يعني أفضل أن تبقى الدولة دولة كاملة طبعاً. ولكن في حال يعني حصل تقسيم، ليش هم بدأ يضل الدروز؟ يعني لما اليوم العلويين بياخدوا دولتهم، السنة بياخدوا دولتهم، الأكراد بياخدوا دولتهم، عم نفترض يعني، ولكن هذه السيناريوهات مطروحة كل يوم. مثل ما قلت لك كمان إذا منشوف الواقع منشوف أنه صارت قريبة يمكن جدا. لماذا يعني عندها سيبقى الدروز مصرين على يعني أنا بفهم أنه يحافظوا على الدولة إذا الدولة موجودة، ولكن لما بده يحصل التقسيم وكل طائفة وكل مذهب يأخذ دولته، هل سيبقى الدروز على هذا الموقف عندها وليش؟ يعني ما هو التفسير؟ خلينا نشوف، خلينا نشوف. بس واضح أنه ما الدروز بيرفضوا دولة، قيام الدولة الدرزية. هلأ إذا بتتقسم المنطقة لملل وعشائر وقبائل ومذاهب، كارثة كارثة صدقيني. يعني أنا مني شايف أنه عند من يقود هذه الحروب لديه القدرة
على تقسيم هذه المنطقة. يعني إذا ما نشوف مثلا دولة كردية بلشت تبين ملامحها، بلشت بعض المعارك خصوصا مؤخرا بتل أبيض وقبل كوباني، يعني كله يوحي. حتى إذا بدنا نشوف هلأ الخط يلي يسيطر عليه النظام أيضا يوحي بأنه في جزء يعني مأمنه النظام، أنه هيدا بأسوأ الحالات هو موجود لإله. إرادة داعش تسيطر على مناطق أيضا مترابطة بين العراق وسوريا. يعني إرادة المواجهة أقوى، إرادة المواجهة والرغبة بإعادة سوريا إلى ما كانت عليه والعراق إلى ما كان عليه هي اللي حتنتصر بالنتيجة. والدليل على ذلك، اليوم بالعكس عم نشهد نحن تراجع. يعني اليوم في 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 هجوم على الرقة، في تحضير لهجوم على الرقة بدرعة أيضا. أنا بقدر أقول لك أنه خلال هالأسابيع المقبلة حنشوف شغلات كتير مهمة. القلمون كمان هيدا أمر جدا مهم. لا شك إسرائيل والغرب عموما عمال بيسعوا لتقسيم سوريا وتقسيم المنطقة. نحن مصرين على أن نواجه هذا المخطط التقسيمي ونحافظ على بلادنا. دروز جزء أساسي من النسيج الوطني السوري، مثل ما كمال جنبلاط والمير مجيد أرسلان وسلطان باشا الأطرش رفضوا قديما قيام دولة درزية وقاتلوا من أجل أن يكون الدروز مكون أساسي في لبنان، هو الدروز بنوا الدولة اللبنانية، يعني هو أساس الدولة اللبنانية. كمان في سوريا الدروز كان لهم دور أساسي بقيادة سلطان باشا الأطرش بإعادة توحيد سوريا، لأن سوريا كانت يومها مهددة بالتقسيم. إذن الدولة الدرزية ساقطة في المنطق الدرزي العام، هي موجودة في خيال إسرائيل فقط، وربما يكون في خيال هؤلاء التكفيريين اللي عمال بيسعوا إلى إقامة دويلات دينية وطائفية ومذهبية في المنطقة. نعم، هون لحتى أختم بالموضوع الدرزي بس بهمني أحكي أكثر عن الخلاف الحاصل بالداخل. نعم، هل وحدة الجبل في خطر اليوم؟ لا، في ضوء هذا التباين حول وحدة جبل لبنان؟ لا أبدا أبدا. التباين بالموقف السوري هو قديم، وبالتالي نحن اتفقنا على تنظيم الخلاف نحن والحزب الاشتراكي، وهناك تعاون وهناك تواصل. كيف عم بيحصل تعاون؟ على كل المستويات، على كل المستويات. يعني مجزرة قلب لوزي نحن كان عندنا موقف من هذا الموضوع، انه كان عنده موقف منا، موضوع السويدة، موضوع سوريا عموما. بس هذا ما بيلغي التعاون، في تعاون مشترك على مستوى الوضع الداخلي اللبناني، متفاهمين على كل الأمور، ما في خلاف بالوضع الداخلي اللبناني. يعني حيال الموضوع الدرزي عم بحكي، يعني اليوم لأنه عم بنحكى عن تنامي الخلاف حتى. لا أنا رأيي ما في تنامي، وليس فقط خلاف، الخلاف عم بيقوى حتى من بعد مجزرة قلب لوزي، حتى لا. يعني من بعد زيارات اللي عم قوم فيها الوفود من الحزب الديمقراطي إلى سوريا، مثل ما ذكرنا قبل شوي الشعارات التي ترفع خلال زيارات حزبكم إلى سوريا ضد النائب جنبلاط وسياساته ومواقفه. كمان يعني هذه الأمور حسب ما قرأنا أثارت غضب النائب جنبلاط، أو يعني هناك لوم أنه لم يفعل الأمير طلال أرسلان شيئا ليدافع عن موقف النائب جنبلاط بهذا الإطار. ما سمعنا بهذا الكلام. في تواصل بين الأمير ووليد بايك دائم، وفي تواصل بين قيادة الحزب الديمقراطي والحزب التقدم، تواصل. ولكن ما الذي يمنع من حصول لقاء درزي اليوم باستمرار؟ وبرأيي أنه رفاقنا بالحزب التقدم الاشتراكي بدهم ينخرطوا بالمواجهة ضد داعش والنصرة عاجلا أم آجلا، لأنه النصرة وداعش والطيارات التكفيرية ما في عندها أمان، وبالتالي الدروز مستهدفتهم هذه الطيارات التكفيرية والإرهابية مثل ما مستهدف كل الطوائف في العالم العربي. طيب ما الذي يمنع حصول لقاء درزي؟ مش شو اذا فينا نقول مثلا بين دروز 8 و14 اذار حول موضوع السوري، حول سوريا في تباين بالموضوع السوري. لما بده يحصل لقاء بده يكون في اتفاق في الموضوع، بمعنى لاداره هذا التباين، لمنع تفاقمه، لمنع تاثيره. بعتقد على الوضع الامني في الجبل. نحن نعلم انه احداث سوريا مش بس عند الدروز، نقلت الخلافات الامنيه الى الداخل اللبناني. ف حماية للجبل اليوم الكثر يعني يرون أنه أي اجتماع اليوم درزي يمكن أن يفيد وأن يمنع الفتنة من أن تنتقل إلى جبل لبنان. خليني أطمن اللبنانيين
عموما باسم الأمير طلال وباسم الحزب الديمقراطي وأيضا باسم الحزب التقدم الاشتراكي أنه الجبل آمن، التعاون قائم ما بين الحزبين والزعيمين، الخلاف المتعلق بالموضوع السوري لن ينعكس على الإطلاق في الموضوع اللبناني. وأنا برأيي أنه الحزبين بدهم ينخرطوا لاحقا في مواجهة الخطر اللي عم بشكله داعش والنصرة في سوريا وفي لبنان. نعم. أبدا يطمئنوا، مثل ما استطعنا أن نتفاهم ب7 أيار وكان له دور كتير مهم الأمير طلال في حفظ أمن لبنان وفي حفظ أمن الجبل من خلال تعاونه مع وليد بيك ومع السيد نصر الله. اليوم نحن متعاونين مع الحزب الاشتراكي ومع الإخوان بحركة أمل وبحزب الله، وتطمئن الناس لا ما في شيء بالجبل، الجبل والجبل آمن بأمان ومطمئن، وتنظيم الخلاف موجود وما في أي مشكلة. نعم. اسمح لي أيضا أخذ اتصال مباشرة من النقابي حنا غريب حول أيضا موضوع التحرك الاقتصادي اليوم وتحرك الهيئات الاقتصادية والنقابات في مجمع البيال. صباح الخير استاذ حنا. أنا بدي حيي لحنا، خسروه وخسرناه جميعا لحنا. نفزع عم بيسمعك. صباح الخير استاذ حنا، عم تسمعنا؟ نعم. أهلا وسهلا فيك إليك ولضيفك الكريم. يعني اهلا وسهلا فيك مشارك حضرتك اليوم. احنا ربحنا، ما حدا خسرنا، وربحنا البلد وقدمنا شيء وبعدنا عم نقدم بهالبلد. الله يعطيك العافيه. بس هيدي الهيئات النقابيه خسرتك يا حنا، والشارع خسرك ونحن معك. نحن بعد المعركه بعد. استاذ حنا، حضرتك مشارك اليوم في تحرك الهيئات الاقتصاديه في البيان؟ لا، نحن كتيار نقابي مستقل أخذنا موقف من موضوع المشاركة بمؤتمر البيال. أول شيء أعلننا بيان وقلنا فيه طالبنا، أول شيء قلنا نحن ما دعوة لمقاطعة هذا المؤتمر كتيار نقابي مستقل. نعم، بس فسرنا أكثر هذا الموقف. من هي التنسيق النقابي أن تقاطع هذا وكل الروابط تقاطع المؤتمر، وحسنا فعلت هي التنسيق النقابي بمقاطعة هذا المؤتمر. أما السبب في ذلك، ولأنه هذا الأساس وهذا الضرورة، أنه هذا المؤتمر ما له علاقة فيما يتعلق بتسيير المؤسسات الدستورية بالبلد، هذا له علاقة بتسيير مصالحهم لا أكثر ولا أقل. لأنه نحن كهيئة تنسيق نقابية على مدى 3 سنين تحركنا ما كان كرمال بس السلسلية، نحن تحركنا تجاوز بكثير ملف السلسلية، طرح الموضوع الوطني وتوحيد اللبنانيين ضد الفتن المذهبية والطائفية وتجميعهم، ونزلوا بالروف بوجه الانقسامات المذهبية والطائفية. هذه عبر عنها تحرك هيئة التنسيق النقابية، وقفوا ضد هذا التحرك ببعده الوطني ضد الفتنة وضد الانقسامات الطائفية. وتحركنا كان ضد شلل المؤسسات الدستورية من 3 سنين يعيشوا ويفيقوا، كمان هم وقفوا ضده وحاربوه. ولكن هن كمان سبق يا ست كاترين، اصلاحي ضد الفساد وضد الهدر. هن من ممولين الفساد والهدر مع الطبقه السياسيه الحاكمه. صحيح. هن المستفيدين، هن شركاء، هم يتحملوا مسؤوليه من وصل الى البلد كمان جراء هذا الشيء. بس اليوم مشارك معهم الاتحاد العمالي العام، لازم يتحملوا مسؤوليه. اليوم الاتحاد العمالي عام مشارك في هذا التحرك، كيف تقرا هذه المشاركه؟ عم بقول وقفوا ضد، بدهم مصالحهم، في شويه قروض بدهم يمشوها ويستفيدوا. وقت اجت قصه اليورو بوند ردوا وضغطوا مشان يجتمع مجلس النواب ويمشوا ديونهم. كل شيء بيصب لمصالحهم بيمشوا فيه وبيضغطوا فيه، كل شيء بيمس بحقوق الناس ومصالحها بيوقفوا ضده. وبالتالي هذا ما له علاقه بحقوق الناس ومصالحها، هذا له علاقه بمصالحهم هن. هولي اول شيء هذا معيارهم الاساسي، بيدينوا بالفايده وبفوائد هالي، وهوليك شركائهم بهالسلطه بيعطوهم كمان الفوائد العاليه. وتعالى فقير تشاع بعين
حسابك وعلى كلفتك. نحن ما بنبيع الناس اللي نزلت بالحروف، لا كهيئة تنسيق نقابية ولا كروابط ولا كتيار نقابي مستقل. نعم. بالعكس. ولكن اليوم استحنا بأوفية لألوف الأسد والموظفين اللي نزلوا واعتصموا وتظاهروا أمام مقر حيتان المال، أمام مقرهم، وقفوا بعد لحد هلا يا ست كاترين كانوا عم بيقولوا لهم أنتوا ما أقار السلسلة، ما أقار حقوق الناس، ولهم أبدا لا. تعالوا روحوا شاركوا بهالمؤتمر ونحن ضدكم وضد حقوقكم. هذا فجور. مش هيك سألتك شو رأيك بمشاركة الاتحاد العمال العام؟ ما سمعت إذا أعطيتني جواب لأن كان الصوت مش واضح. مشاركة الاتحاد العمال العام معه لجحرين فرد الباس يعني. في اتحاد عمال العام. قرارهم ملتحق فيهم. ما وقفوا كمان ضدنا بالتحرك قيادة الاتحاد العمال العام. قرارة مسلوب ملتحي بهذا التحالف الفج المالي السلطوي اللي حط إيده على القرار النقابي بالبلد هذا. لكن قيادة الاتحاد العمال العام بيقولوا يا خذوا 850 ألف ليرة حد أدنى للأجور، بتقول له لا بدي 650 ألف. هذا 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 عمل نقابي، هذا هذا عم يمثل الناس. هذا قال ما عيش 120% بيروحوا بيجيبوا 20% وبيضربوا حقوق العالم. شكرا لك استاذ حنا. ما في فرق بيناتهم يعني هذ الاثنين وسوا يعني. يعطيك العافيه استاذ حنا. شكرا لك النقابي حنا غريب، اهلا وسهلا فيك من جديد. اسمح لي توقف مفاصل اعلاني استاذ وليد ومن بعده بنتابع حوارنا، ابقوا معنا. حرام. تابع مشاهدينا هذه الحلقه من برنامج الحدث مع ضيفي الامين العام للحزب الديمقراطي اللبناني وليد بركات. سيد وليد، ننتقل للحديث عن الوضع العام بالبلد بدءا بالازمه الحكوميه. ننتقل بعد شوي للأزمة الرئيسية. بس بدي لك انبسط بحنا غريب، وأنا بدي حييه وحيي خلقك. بدي حييه وحيي كل النقابيين اللي اشتغلوا معه بالمرحلة الماضية وكانوا صوت حقيقي عم بيعبروا عن نبض الناس. هلأ مني شايف في هيئة نقابية عم بتعبر عن نبض الناس حقيقة، أبدا مني شايف. وفي تعطيل للعمل النقابي يعني اذا اليوم الاتحاد العمال العام صار مع الهيئات الاقتصاديه وين في في اتحاد عمال عام في مكان واحد وفي جبهه واحده يعني ما في اتحاد عمال عام للاسف. اتحاد العمال العام اليوم لازم يكون موجود بالشارع مش الهيئات الاقتصاديه. اتحاد العمال العام لو في اتحاد عمال عام لازم يكون موجود بالشارع، بس للاسف القوى السياسيه في البلد عطلت كل شيء. هذه الطبقه السياسيه الفاسده والمفسده عطلت كل شيء في البلد. هذا اللي بدنا نوصل له ونحكي عن الأزمة الحكومية، لأنه اليوم بغض النظر عن إذا كان في ناس مع إنه الهيئات الاقتصادية اليوم تتحرك أو لا، أو ما بتشك في دورها وفي مسؤوليتها عما قالت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلد، ولكن بنهي نحن أمام أزمة سياسية كبرى، نحن أمام حتى خطر تعطيل هذه الحكومة اللي هي معطلة فعليا يعني من أسابيع ومرشحة إلى أن تبقى معطلة حتى في الأسابيع المقبلة. أي أفق ينتظر العمل الحكومي بداية؟ أنا رأيي هذه الحكومة هي عطلت نفسها بنفسها. طبعا من حيي للرئيس تمام إسلام على صبره وعلى جهوده اللي عماله بيبذلها لمعالجة كل الأزمات اللي كانت عطلت الحكومة، إنما هذه الحكومة هي عطلت نفسها بنفسها. أنا ما قادر أفهم أنه هذه الحكومة لما بتعين محافظين وفئة أولى ليه ما بتعين قيادات أمنية؟ ليه؟ ماني قادر أفهم أنه ليش مسيرة التعيينات بالحكومة وقفت أمام المؤسسات الأمنية؟ لماذا؟ هذا تساؤل كتير كبير. أنا برأيي القيمين على تشكيل هذه الحكومة هن عطلوا هذه الحكومة بفعل تعطيل لعملية التعيينات الأمنية وذهابهم بقرار التمديد، مع احترامي وتقديري لكل اللي عماله بيحكوا بالتمديد لهم، يعني نحن بنحترمهم وبنقدرهم. ولكن اليوم يعني اذا كان في احقيه لمطلب الاسراع في اقرار التعيينات على غرار يعني تعيينات اخرى، التعيينات الامنيه على غرار تعيينات اخرى، هل هذا يبرر تعطيل المجلس بالكامل وعدم انعقاد مجلس الوزراء وعدم تسيير امور الناس والصرخات تعلو يوم بعد يوم وفعلا البلد يحتاج الى مجلس وزراء يجتمع ويتخذ قرارات على مستويات مختلفه؟ ست كاترين، خلينا نقول انه البلد اما التعيينات واما لا جلسات لمجلس الوزراء، مش يا اما التعيينات يا اما لا، بس خلينا نقول ما هذا اللي صاير. في تعطيل، فيش رئيس جمهوريه بالبلد،
قديش صلنا هلا طيب بنزيد على الازمه طيب. ازمه اخرى ازمه حكومه اثنين في قرار بتعطيل مجلس النواب ثلاثه هلا في قرار بتعطيل الحكومه مين طيب قرار من من بتعطيل الحكومه اليوم وهي المؤسسه الوحيده التي ما زالت تعمل ولو ببطء ولكن كانت بعدها عم تشتغل هذه الحكومه انا برايي الجهات السياسيه الموجوده في الحكومه وفي مجلس النواب مسؤوله مباشره عن تعطيل البلد عم تشملها كلها طبعا من دون استثناء بصراحه لانه في جهات سياسيه عطلت مجلس النواب وفي جهات اليوم عم بتعطل الحكومه تعطيل الحكومه له علاقه بمواقف إذا بدك صحيحة 100% هذه الحكومة مفروض تأخذ قرارات إذا كان بدنا إياها مش إنه ليش وقفت مسألة التعيينات لماذا شو السبب طيب بس المنطق يقول إنه إذا وقفت التعيينات بنوقف كل شيء يعني بيوقف كل البلد والله ليكي تقف كل المواضيع الملحة والملفات التي تنتظر اجتماع الحكومة لاتخاذ قرارات بشأنها ما في رئيس جمهورية ما وقع البلد تعطل مجلس النواب موقع البلد لأنه كان بعد في حكومة يعني هذه الحكومة التي تجمع على الأقل أطياف أساسية حتى ولو كانت عرجاء حتى لو اجتمعت عدة مرات هي عرجاء وبطرة حتى ولو كان في خلافات كبيرة وظهرت بأكثر من مناسبة ولكن وجودها طبعا يعني كان بعد المؤسس الوحيد الماشي شوفي يمكن تعتبري موقفي عبسي وهذا موقف شخصي فليعطل كل شيء في هذا البلد لانه ايه في ازمه وطنيه حقيقيه عم هذا كلام خطير فليعطل كل شيء تمهيدا لماذا يعني لايقاد الضمير الوطني لدى هؤلاء المسؤولين اللي عم بيقامروا بالبلد بده يتعطل كل شيء لحتى يتحرك بدنا نعطل كل شيء لحتى يتحرك هذا الضمير يعني الضمير الذي لم يتحرك الضمير الوطني وقلنا اكثر من سنه من دون رئيس جمهوريه ولا حتى امام مجلس نواب يعمل وفاعل ومنتج يروحوا على مجلس النواب ويشرعوا اذا بدهم الحكومه تمشي هيروحوا ينتخبوا رئيس بالاول ينتخبوا رئيس ويشرعوا وبعدين يمشوا الحكومه يعني بالتالي شو عم تعمل هذه الحكومه شو عم تعمل هذه السلطه شو عم تعمل للناس أنا شايف الناس اللبنانيين بميل وهذه الطبقة الحاكمة بدي سميها طبقة حاكمة بأكثريتها حتى ما أشملها كلها بميل آخر عبء صارت على صحيح على ولكن على اللبنانيين البديل هو الفراغ ليكن هناك والفراغ يعني مزيد من الفوضى أنا لا مش مزيد من الفوضى لأنه مش هي الحكومة اللي عمالة بتعمل الأمن بالبلد البلد ماشي بقدرة الله وبعض المؤسسات الأمنية بصراحة يعني إنه هي الحكومة اللي قاعدة تختلف على كثير من المسائل هي حامية يعني البلد. بعض بيشوف البلد ماشي بقرارات خارجية بحماية استقراره ولكن متى لم تعد موجودة هذه القرارات أو متى أصبح لبنان في أسفل سلم اهتمامات الدول. لا شك في قرار خارجي وفي رغبة داخلية بالحفاظ على الاستقرار. بس أنا شايف إنه لازم نتأزم الأمور حتى نروح لحل لأنه الترقيع ما عاد يفيد. نحن نظام سياسي مهترئ وبالتالي نظام سياسي فاسد ومفسد وعم ندفع ثمن. اللبنانيين يوميا عم يدفعوا ثمن هذا العجز في هذه السلطة السياسية لازم تفل على البيت انه مجلس نيابي عم ينحكى بالتجديد مرة ثالثة لإله شو هالمنطق هيدا لا بس هذه سلطة سياسية فيها حلفاء لألكن وأن يكن عم بتحملوهم ايضا المسؤولية فيه مش مسألة عم نحملهم او مش عمالة منحملهم لانه انتم مقتنعون بانهم جزء اول شيء نحن مش موجودين بهذه الحكومة. جزء مسؤول جزء اساسي مسؤول عما قالت اليه الاوضاع اول شيء الحمد البلد. لله نحن كحزب ديمقراطي منا موجودين بهذه الحكومة وبهذه السلطة وأنا برأيي أنه هذه الطبقة السياسية بمعظمها لازم تفل حتى اللبنانيين يرتاحوا لأنه هني سبب بلاء البلد هني سبب بلاء اللبنانيين هذا النظام السياسي وهذه الطبقة السياسية الفاسدة على شو ما نعومها لكن أستاذ وليد هيدا الكلام يعني اليوم طبعا في طبقة سياسية عندنا مشكلة كبيرة معه وما حدا عم ينكر هذا الأمر ولكن مش ليس بهذه الطريقة ليه؟ تتغير السلطات ليه؟ نحن بنعرف نحن بحاجة لتغيير اشتدي يا أزمة يعني أنت عم تطالب بالفراغ والتعطيل الشامل لحتى نغير ليكن. بوقت أنه كتار بيعتمدوا طرق أخرى البعض بيشوف أنه في اليوم معركة يمكن ديمقراطية مع الوقت يمكن نقدر نغير قانون انتخابي يكون هو أساس هذا التحول اللي عم تقول عنه هو أساس تغيير الطبقة السياسية الحالية وليس الفراغ والتعطيل الشامل على جميع المستويات والذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل أمنية إلى فوضى أمنية لا تحمد عقباها خصوصا في هذه المرحلة في أزمة وطنية كبرى بالبلد يجب أن نعالج هذه الأزمة أسبابها ومسبباتها يجب الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي ك
كلبنانيين نقعد نتفق على أي دولة، أي دولة نريد، أي وطن نريد، أي قانون انتخابي نريد. بتطالب بمؤتمر تأسيسي قبل أن تطالب بتطبيق اتفاق الطائف الذي لم يطبق حتى. لم يطبق اتفاق الطائف لحتى يحكم عليه إذا كان صالح. أمتى ما ننطبق؟ اللي طبق منه، اللي طبق منه بأكثريته الساحقة يعني بعد في شو كان بند إلغاء الطائفية وغيره أثبت عقمه وأثبت فشله، وبالتالي نحن عمال مدفع ثمن هذا النظام السياسي الفاسد والمفسد واللي حقيقة أثبت عجزه عن معالجة أبسط الأمور، لك حتى عن مسألة إنه منمدد ولا ما منمدد، منعين ولا ما منعين، يعني هيدا عجز. بس أنت في هذا الكلام تخدم فكرة من هم اليوم ضد 8 أذار ومن يتهمون 8 أذار بتعمد التعطيل على جميع المستويات، على مستوى رئاسة الجمهورية وعلى مستوى مجلس النواب وعلى مستوى الحكومة، تمهيدا للوصول إلى هذا المؤتمر التأسيسي الذي تبرأ منه حزب الله نفسه مؤخرا بعد ما كان متهم فيه يعني. لا. فأنت اليوم تدعو إلى مؤتمر تأسيسي طبعاً. وهذا كلام كبير. الحزب الديمقراطي الأمير طلال إرسلان بالذكرى الثانية لاستشهاد الشيخ صالح العريضي الله يرحمه دعا إلى عقد مؤتمر تأسيسي، هذا الكلام بال 2008-2009. نحن مع المؤتمر التأسيسي لأنه بنعتبره هو الحل لأزمة النظام السياسي بالبلد. كيف تعلم أن المؤتمر التأسيسي هو الحل؟ ليش ما بتعتبره هو المشكلة لما بيكون اليوم في فريق واسع من اللبنانيين يرى نفسه مستهدفا بهذا المؤتمر التأسيسي؟ مين هو؟ على رأسهم المسيحيين. مين؟ ليه المسيحيين بدهم تعديل صلاحيات رئيس الجمهورية، قبلانين بصلاحيات رئيس الجمهورية. المسيحيين بدهم قانون انتخابي جديد، قبلانين بالقانون الأكثري تاع الستين، بدهم قانون جديد، والدليل على ذلك بس طرحوا القانون الأرثوذكسي وقانون النسبية. ولكن من قال إنه مع المؤتمر التأسيسي البطرك سيبقى المسيحيون كما هم اليوم في السلطة؟ بعد بيشوف إنه مع مؤتمر تأسيسي قد يخسرون ما أكثر مما خسروه في الطائف. البطرك يعني البطرك الراعي بيعبر عن نبض الشارع المسيحي ولا لا؟ البطرك الراعي مع المؤتمر التأسيسي. من قال إنه ولو هو أعلن إنه مع المؤتمر التأسيسي البطرك الراعي ولو مع المؤتمر التأسيسي؟ نعم. بالمعنى اللي عم تحكي فيه حضرتك؟ لا ليش شو؟ ليش المؤتمر التأسيسي بده يعمل مثالثي بالبلد أو مرابعة؟ المؤتمر التأسيسي لا أبدا، هذا ما يخشاه. لا كل من هو اليوم ضد المؤتمر التأسيسي. لا أبدا، المؤتمر التأسيسي لازم يبني دولي على قاعدة المواطنية، شرعة حقوق المواطن فوق شرعة حقوق الطوائف، يبني دولي حقيقية. ست كاترين ولادك ولادي كيف بدهم يعيشوا بالبلد؟ كيف قادرين يعيشوا بالبلد بهذا النظام السياسي العفن؟ بعد في نظام بالعالم والله بالموموة في هيك نظام. بدنا دولة، نحن مواطنين لبنانيين عنا ولاء لبلدنا. من عمل الطائف لحتى نبني الدولة؟ لا هنا الطائف ما قدرنا نبني هذه الدولة. كيف الطائف تسوية ست كاترين؟ الطائف تسوية دولية عربية فرض علينا. ليش المؤتمر التأسيسي قادرين اللبنانيين يوصلوا له من دون تسوية؟ لازم اللي هو قرار لبناني برأيك المؤتمر التأسيسي؟ لازم اللبنانيين يخرجوا من كهوفهم الطائفية والمذهبية، لازم يخرجوا من الوصايات الدولية وغير الإقليمية. هذا كلام. طب ما الطائف بنص على إلغاء الطائفية السياسية وما عملنا شيء منها، هذا دليل إنه نحن مش بحاجة لتغيير الطائف والذهاب نحو مؤتمر تأسيسي، وإنما بحاجة لتطبيقه على الأقل. عمل لك نظام تمييز عنصري، الدرزي بالطائف بيطلع له وزارة ومش سيادية، ممنوع ياخذ وزارة الدفاع أو الداخلية. الأرمن بيطلع له شيء، كيف؟ عملنا تمييز عنصري. طيب في فئة أولى فينا ندخل تعديلات على الطائف إذن وليس نسف اتفاق الطائف بأكمله والذهاب نحو مؤتمر تأسيسي. هيدي تسوية كان هدفها وقف الحرب، عملنا مواطن درجة أولى ودرجة تانية. ياريت بعدنا على القديم. بالقليل كان عندنا رئيس. بس هلأ صار عندنا ثلاث رؤساء. فريق واسع اليوم يرفض المؤتمر التأسيسي. مين هو؟ مين؟ عم يطلعوا يعلنوا كلهم 14 أذار ضد المؤتمر التأسيسي. لا مش كلهم ضد المؤتمر التأسيسي. من هو مع المؤتمر التأسيسي في 14 أنا أذار؟ برأي الناس مع المؤتمر التأسيسي، بس هو السياسيين بدون يحافظوا على مصالحهم، هو بدون يحافظوا على مصالحهم معتقدين للأسف أنه هيدا عم بكرس بقائهم في السلطة إلى أبد الأبدين. نظام هيدا الأكثر قانون الانتخاب بدونش النسبية، بدون يضلوا حاكميننا بالقهر بالتسلط بالمذهبية بس كيف أنت بالمؤتمر التأسيسي اليوم بدك تضمن هذا القانون الانتخاب العادل؟ يعني طالما نفس الفئة السياسية موجودة ونفس السلطة اليوم موجودة يلي هي بدها تبني المؤتمر التأسيسي وتشتغل عليه،
يعني هيدي يعني الموجودين اليوم بالسلطه يلي ما قدروا طوال هذه السنوات الماضيه انه يتوصلوا الى قانون انتخابي عادل يرضى عنه الجميع، ليش بالمؤتمر التاسيسي عم تفترض انه بدهم يتفقوا؟ لازم، ليش لازم؟ لانه هن بازمه، مشان هيك انا مع الفراغ، فلتتعطل الحكومه، خليها تعطل كل شيء بالبلد لحتى يصير في ايقاظ حقيقي لهذا الضمير الوطني لدى جميع اللبنانيين وفي مقدمتهم بعض المسؤولين. في مسؤولين وطنيين، في قيادات موجودة اليوم بالحكومة وموجودة بمجلس النواب عندها التزام وطني وعندها حرص على بناء دولة، بس في جهات لا ما بدها دولة بصراحة، بدهم إياها مزرعة. نحن عايشين بالمزرعة، نحن عايشين بدولة، أي دولة؟ والله الحرب كان أفضل من الواقع اللي عايشينه الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. على كل حال تتصور في حل اليوم، هل تتصور أنه يمكن أن يكون هناك حل في لبنان على أي مستوى كان قبل أن يتبلور الحل في المنطقة والحل في سوريا بالتحديد؟ لا شك أنه لبنان ما عاد بشكل أولوية لا للمجتمع الدولي ولا حدا فاكر فينا ولا حدا عم يسأل عنا. واضح أنه نحن جايين بآخر الأجندة، يعني الأولوية ربما تكون للعراق، بعدين سوريا، اليمن، نحن لغزة. لبنان للأسف صار منسي دوليا والعرب ملتهين بحاله، وسيبقى الوضع على حاله، وسيبقى الوضع على حاله نضوج هذه التسوية الإقليمية الدولية، إلى أن نعي نحن كلبنانيين أنه لازم نروح لبناء دولي. يا ست كاترين، المنطقة عمالة مشتعلة من حول منا، شو بينقصهم هود السياسيين ما يتفاهموا؟ على شو مختلفين؟ ليه ما بيتفاهموا من أجل أن يستفيد لبنان من حالة الصراع الدائر في المنطقة، وينما اقتصاديا وينما اجتماعيا؟ على شو مختلفين؟ بيطلع لك أنه في حدا بالبلد بعد في عقل براسه وبقول أنا بدي يكون مع داعش والنصرة، ما بدي الجيش يحرر الجرود. في حدا براسه بعد عقل وبقول أنه اليوم مواجهة إسرائيل منا مطلب وطني؟ يعني على شو بدي افهم انا انه اليوم نحن كطبقه سياسيه حاكمه هذه البلد؟ خليها شوي تفكر وطنيا. يطلعوا هيدا ويكيليكس يخرب بيتها من الفضيحه، فضحتهم كلهم، فضحت مدى ارتباطهم. لعما اذا واحد بده يسافر بده ياخذ اذن؟ شو هيدا؟ هي طبقه سياسيه. نحن وقتنا انتهى. معك استاذ وليد بركات الامين العام للحزب الديمقراطي اللبناني، بشكرك على حضورك في هذه الحلقه، واهلا وسهلا فيك من جديد. بشكركم مشاهدينا ايضا على متابعتكم هذه الحلقه من برنامج الحدث، والى اللقاء في الغد.